شايف ان ما شاء الله الاقبال اكثر من المتوقع، واقدر اكد ان النهارده دي ملحمه في مصر، وانا بشكر كل رجال الشرطه والقوات المسلحه والساده زملائي القضاء والزميلات من النيابه الاداريه، كل ادلى بدليله وادى دوره الحمد لله، واعضاء اللجنه العامه ان شاء الله الحمد لله موفقين معانا، وان شاء الله كلنا كده في حب مصر خدام للعداله.